بسم الله الرحمن الرحيم. ديناميكا المواقع. السريان خلال الأنابيب. السريان خلال الأنابيب تحكمه معادلات أساسية ورئيسية. المعادلة الأولى وهي أسهل وأبسط معادلة في ديناميكا المواقع هي معادلة التصرف. كيو تساوي A في V. كيو معدل الحجم اللي هو بنسميه التصرف، بيساوي A مساحة المقطع المائي للأنبوب، وهي مساحة المقطع الداخلي، V السرعة المتوسطة لكامل القطاع. إذا A مساحة المقطع المائي باي دي سكوير على الأربعة، V هي السرعة النظرية للمقطع المائي. تاني معادلة هي معادلة الاستمرارية continuity equation. A1 V1 مساحة المقطع عند القطاع واحد في السرعة عند القطاع واحد تساوي مساحة المقطع عند القطاع اثنين في السرعة المتوسطة لكامل القطاع عند القطاع اثنين. و A1 V1 تساوي A2 V2 تساوي A3 V3 تساوي ثابت طالما السريان مستقر steady flow. تالت معادلة وهي أهم معادلة بقى في ديناميكا المواقع بصفة عامة برضو هي معادلة برنولي. معادلة برنولي بتقول إنه مجموع أنواع الطاقة الثلاثة عند قطاع واحد تساوي مجموع أنواع الطاقة الثلاثة عند قطاع اثنين. زد واحد طاقة الوضع زائد بي واحد على جاما طاقة الضغط زائد الفا واحد في واحد سكويرد على الاتنين جي طاقة الحركة عند القطاع واحد. يبقى التلاتة عند القطاع واحد، زد زائد زد واحد زائد بي واحد على جاما زائد الفا واحد في واحد سكويرد على الاتنين جي بتساوي زد اتنين طاقة الوضع عند القطاع اتنين زائد بي 2 على جاما طاقة الضغط عند القطاع 2 زائد الفا 2 في 2 سكويرد على 2 جي طاقة الحركة عند القطاع رقم 2. الجدير بالذكر هنا ان احنا قلنا ان السرعة المتوسطة لكامل القطاع هي سرعة نظرية، اذا عندما احسب منها طاقة الحركة بيبقى فيها خطأ، لذا يجب تصحيح هذا الخطأ. المعامل هنا ألفا هو معامل تصحيح حساب طاقة الحركة عند قطاع واحد، وألفا اتنين برضو نفس الكلام، ويسمى هذا المعامل معامل كوريولوس. قيمة المعامل دوت أكبر من أو تساوي واحد. وللتبسيط هنقدر ناخد ألفا واحد بيساوي ألفا اتنين بتساوي واحد، يبقى كده ألفا واحد بواحد ألفا اتنين بواحد، وتتبسط المعادلة. معادلة برنولي هي معادلة الطاقة للسريان المثالي الفاقد في الطاقة يساوي صفر. هذا الكلام كلام نظري، بتعتبر معادلة برنولي أن الفاقد في الطاقة من القطاع واحد إلى القطاع اتنين بيساوي إيه؟ صفر. يبقى ايديال فلو، سريان نظري، سريان مثالي. المعادلة الرابعة هي معادلة الطاقة، هي أشمل وأعم من معادلة برنولي لأنها هتاخد في الحسبان الفاقد في الطاقة ما بين القطاع واحد والقطاع اتنين. لو احنا دلوقتي شفنا أنبوب زي الأنبوب اللي قدامنا ستيدي فلو، التصرف الداخل كيو هو التصرف الخارج كيو، هناخد مقطع هنا ولازم يكون المقطع عمودي، تكون السرعة عنده في واحد والمساحة اي واحد، وهنا ناخد مقطع عمودي يبقى السرعة عنده في اتنين والمساحة اتنين. واضح برضو من نوع السريان هنا استدي وفاريت فلو، لان هنا الديامتر متغير يبقى المساحة متغيرة يبقى السرعة ايه متغيرة. احنا بصدد الكلام على معادلة الطاقة. معادلة الطاقة بتقول زد واحد طاقة الوضع عند القطاع واحد زائد بي واحد على جاما
طاقة الضغط عند القطاع واحد زائد في واحد سكويرد على 2 جي على اعتبار الفا واحد بواحد، يبقى طاقة الحركة عند القطاع واحد بتساوي نفس الكلام عند القطاع اتنين، زد 2 زائد بي 2 على جاما زائد في 2 سكويرد على 2 جي. لحد كده هي معادلة برنولي، لكن هنا بقى الجديد في الطاقة زائد مقدار الفاقد في الطاقة من القطاع واحد حتى القطاع اتنين. إذا معادلة الطاقة هي معادلة حقيقية بتتعامل مع سائل حقيقي لوجود الفاقد في الطاقة من القطاع واحد إلى القطاع اتنين. تعالوا بقى نشوف تمثيل معادلة الطاقة دي تمثيل هندسي، إزاي نمثلها هنا هندسيا. طبعا من السهل إن احنا نمثلها هندسيا، ليه؟ لأن جميع أجزاء الطاقة دهيت عبارة عن مسافات رأسية، زد واحد مسافة رأسية، بي واحد على جاما تساوي اتش واحد مسافة رأسية، في واحد سكويرد على 2 جي مسافة رأسية، حتى الفاقد في الطاقة اتش ال من واحد لاتنين هي عبارة عن مسافة رأسية. وطالما هما مسافات رأسية إذا يمكن تمثيل معادلة الطاقة وكذلك معادلة برنولي بإيه؟ تمثيلا هندسيا بمسافات رأسية. نبتدي نمثل معادلة الطاقة بالتمثيل الهندسي اللي احنا بنقول عليه. يبقى عشان أتعامل مع طاقة الوضع لازم يكون عندي ضيطة، والضيطة بتاعي يبقى إيه؟ أفقي، بحيث إن الزد بتاعتها تبقى موحدة، يبقى ده الضيطة بتاعي. هنا بقى ده السنتر بتاع الإيه؟ المقطع بتاعي. يبعد عن الضيطة مسافة زد واحد، هي دي طاقة الإيه؟ الوضع. يبقى طاقة الوضع عند قطاع واحد هي بعد السنتر بتاع المقطع عند القطاع واحد عن الايه؟ الضيطة. وهكذا بالنسبة للايه؟ للقطاع رقم اتنين، هتبقى المسافة دي زد اتنين، ويبقى احنا كده مثلنا هنا طاقة الوضع وهنا طاقة الايه؟ الوضع. طاقة الضغط بي واحد على جاما بتساوي اتش واحد، بي اتنين على جاما تساوي اتش اتنين، تبقى مسافة ايه؟ رأسية. إذا هنا أقدر من هنا بقى خلاص بقى احنا بنجمع على زد واحد، أقدر هنا آخد طاقة الإيه؟ الضغط، آخد طاقة الضغط، يبقى هاخد هنا مسافة اتش واحد مقدارها يساوي بي واحد على جاما، وتبقى هي ديت طاقة الإيه؟ الضغط. وقلنا إن زد واحد زائد بي واحد على جاما الاتنين على بعض اسمهم الطاقة الهيدروستاتيكية أو إيه؟ طاقة الجهد، بوتنشنال إنرجي. نروح برضو للقطاع رقم اتنين، احنا خدنا طاقة الوضع زد اتنين، هنيجي من هنا نبتدي برضو ناخد ايه؟ ناخد المسافة اتش اتنين اللي هي بي اتنين على جاما، يبقى كده انا حصلت كمان على طاقة الايه؟ الضغط. هنا عندنا في واحد السرعة موجودة، نربحها في واحد سكويرد نقسمها على الاتنين جي، القيمة الحسابية دي ابتدي احطها من هنا كده لفوق اهي، من هنا كده لفوق، يبقى دي هتبقى في واحد سكويرد على 2 جي، ويبقى اللي عندي ده هو مجموع الطاقة زد واحد زائد بي واحد على جاما زائد ايه بقى؟ زائد الفا واحد في واحد سكويرد على 2 جي، الفا واحد بواحد، ويبقى هنا كده وصلت لايه؟ لمجموع الطاقات الايه؟ التلاتة. نروح عند ايه؟ القطاع اتنين، طاقة الوضع، طاقة الضغط، اضيف من هنا الفا اتنين في اتنين سكويرد على الاتنين جي، ويبقى كده انا وصلت لايه؟ لمجموع التلات طاقات هنا. تمام، يبقى هنا زد واحد زائد بي واحد على جاما زائد الفا واحد في واحد سكويرد على اتنين جي من هنا لحد هنا، دي اتش ايه؟ واحد، الطاقة الكلية عند القطاع واحد. برضو هنا زد اتنين زائد بي اتنين على جاما زائد دي اتنين سكويرد على اتنين جي، دي تعتبر ايه؟ اتش اتنين، الطاقة الكلية عند قطاع ايه؟ واحد. واضح ان اتش اتنين اقل من اتش واحد، اذا هنا حصل ايه بقى؟ حصل هنا فاقد في الايه؟
في الطاقة مقداره اتش ال 1 الى 2، من 1 لحد 2. ده كده الطاقة الكلية هنا عند القطاع 1 اتش 1، ودي الطاقة الكلية هنا، دي هنا، ده الفقد في الطاقة، لكن هنا الطاقة الكلية هي اللي هي اتش 2. لو وصلنا النقطة دي بالنقطة ديت يبقى انا هحصل على خط الطاقة الكلية. اذا عندنا اهم ما يميز معادلة الطاقة هو وجود فواقد الطاقة الكلية من قطاع 1 الى قطاع 2، ده اهم حاجة، اللي هي اتش ال 1 2، اللي هي ده هي الفاقد في الطاقة، ده هو اللي يميز معادلة الطاقة عن معادلة برنولي. المعادلة الحقيقية معادلة الطاقة، المعادلة النظرية هي معادلة برنولي. بنقول لو احنا وصلنا النقطة دي بالنقطة ده اهي بنحصل على خط الطاقة الكلية. خط الطاقة الكلية هو الخط الواصل ما بين اتش 1 ل اتش 2. طب لو وصلنا النقطة دي بالنقطة دي، ده بقى اللي هو زد 1 زائد بي 1 على جاما بس، دي الطاقة الهيدروستاتيكية، ودي زد 2 زائد بي 2 على جاما بس، الطاقة الهيدروستاتيكية، يبقى ده الهيدروليك جريديانت لاين، يبقى ده خط الطاقة الهيدروستاتيكية. ممكن احنا نقوله كمان بطريقة أبسط وأسهل، إن خط الطاقة الهيدروستاتيكية هو خط الطاقة الكلية مطروح منه طاقة الحركة، منزوع منه طاقة الحركة، ولذلك أصبح هيدروستاتيك. ويبقى ده اللي قدامنا التمثيل الهندسي لمعادلة الطاقة. لو اتش ال 1 على 2 دي بقت صفر، هنلاقي التوتال انرجي لاين يبقى خط افقي، ويبقى الفاقد في الطاقة بصفر. تعالوا بقى نشوف فواقد الطاقة اللي بتحدث عندي، يعني من عند النقطة 1 لحد النقطة 2 ايه هي الفواقد اللي تم فقدها في الانبوب. الفواقد في الطاقة نوعين، اول نوع من انواع الفواقد في الطاقة هو الفواقد الطاقة الرئيسية التي لا يمكن اهمالها، اللي احنا بنقول عليها فواقد الاحتكاك، اتش فريكشن، فواقد الطاقة نتيجة الاحتكاك. وبيجي منين الاحتكاك دوت؟ بيجي من ان المية ماشية، يعني متحركة ماشية بسرعة، لكن الانبوب ماله ثابت، الانبوب بيحاول يثبت المية، المية تحاول تحرك الانبوب، فيحدث بينهم الاحتكاك، ويظل الانبوب ثابت وتظل المياه متحركة، وبينهما الاحتكاك اللي بيحدث. الفواقد التانية هي فواقد ثانوية نتيجة الشكل، مثلا مدخل، مخرج، محبس، تضييق، توسيع، هنتكلم عنها بالتفصيل، لكن اهم حاجة ان احنا نعرف المسمى وهي كنهها يبقى هنا عندي فواقد الطاقة الثانوية secondary losses نتيجة الشكل، نتيجة حدوث تغير في في الشكل، ويطلق عليها ايضا فواقد محلية مكانية. ليه؟ لانها بتحدث في المكان اللي تغير فيه الشكل، او المكان اللي حدث فيه التغيير اللي موجود عندي. انما الفواقد الرئيسية بتاع فواقد الاحتكاك فهي تحدث على طول الانبوب، طول ما انا بتحرك، طول ما انا ماشي عمال افقد في طاقة. تعالوا بقى نتكلم بالتفصيل على انواع الفواقد في الطاقة. فاحنا قلنا عندي فواقد الطاقة الرئيسية اللي هي الفريكشن، الفواقد بتاعة الاحتكاك. اهم حاجة عندنا هنا كيفية حسابها، ازاي احسب فواقد الطاقة الرئيسية دي؟ ببساطة شديدة وبسهولة، احنا عندنا الانبوب بتاعنا اهوت ستيدي فلو، الكيو اللي داخل هو الكيو اللي خارج، ممكن الانبوب يتغير يبقى فاريت فلو، ممكن الانبوب يبقى ثابت يبقى يونيفورم فلو، ما عندناش اي مشكله، بنتعامل مع كل انواع السريان وكل حالات السريان. احنا بقى عايزين نحسب فواقد الطاقه من قطاع 1 لحد قطاع 2، عايز احسب الفواقد الرئيسيه اللي هي نتيجه الاحتكاك لحد لحد النهايه. عندي معادلة مهمة جدا جدا بتحسب فواقد الاحتكاك مباشرة، المعادلة دي اسمها معادلة دارسي فايزباخ.
معادلة دارسي فايزباخ دي بتقول ايه؟ الفاقد في الطاقة نتيجة الاحتكاك اتش اف يساوي لمدا معامل الاحتكاك او معامل دارسي في ال على دي، ال طول الانبوب، دي قطر الانبوب. طبعا بناخد قطر ايه هنا؟ لو متغير كده بناخد قطر ايه؟ متوسط. طيب يبقى لمدا في ال على دي في في سكويرد على 2 جي. نخلي بالنا قوي من ترم في سكويرد على 2 جي، لانه ده بيمثل ويعبر عن طاقة الحركة. طاقة الحركة، وكأن الفاقد في الطاقة نتيجة الاحتكاك هو نسبة من طاقة الحركة بتفقد، مقدارها النسبة دي لمدا في ال على دي، متوقفة على معامل الاحتكاك، ومتوقفة على طول الأنبوب، ومتوقفة على إيه؟ قطر الأنبوب الداخلي. يبقى عشان أحسب اتش اف لازم أعرف طول الأنبوب. سهل، نقيس طول الأنبوب، ده قياس بطرق الايه القياس الطوليه بالمتر. الدي احنا يعني عارفين الايه الانبوب بتاعنا اللي احنا مركبينه قطره ايه. يبقى يتبقى عندنا كيفيه حساب معامل الاحتكاك اللي هو لمدا او معاد ايه معامل دارسي. بعض المعادلات بتكتبه 4 اف، اف سمول يعني 4 اف بتساوي لمدا، ما ثابت ما فيهاش مشكله. بعض المراجع تكتب لمدا دي اف كابيتال، خلاص ما هي اف هي ايه؟ هي لمدا. اذا عشان اجيب واحسب الفواقد الرئيسيه عندي لازم ابقى عارف لمدا وعارف ال وعارف دي، وابقى عارف الفي او الكيو، ما هو من الكيو والدي اقدر اجيب الايه؟ الفي. يبقى كل مجهودنا هينصب على كيفية معرفة معامل دارسي فايزباخ. معامل دارسي فايزباخ ده شغلانة كبيرة، بيتوقف على عوامل عديدة، بيتوقف على حالة السريان، بيتوقف على قطر الأنبوب، بيتوقف على رقم رينولد، بيتوقف على اللزوجة، بيتوقف على عوامل كتيرة. وإزاي نحصل عليه؟ عندنا بنحصل عليه من جداول، في جداول كتيرة، في منحنيات، منحنى لواحد اسمه مودي، وفي منحنى لواحد اسمه هانتر راوس، وكمان في معادلات بتحسب ايه لامدا دي، معادلات كتيرة، اشهرهم معادلة كولبروك اند ايه هوايت. لكن احنا دلوقتي بصدد حاجة سهلة بسيطة عايزين نتعلمها ونتعرف عليها، عايزين نتعلم ونعرف ازاي انا ببساطة شديدة احسب فواقد الطاقة الايه الرئيسية اللي هي فواقد الايه الاحتكاك. يبقى انا لو عندي لمدة من الطرق اللي انا قلتها الكتيرة دهيت، وفي معادلة هازين ويليامز، معادلات كتيرة، لو انا عرفت قيمة لمدة احسب ازاي الهيد ايه الفاقد في الطاقة بتاعي اللي هو اتش فريكشن. نبسط الامور، لمدة عندي أقل قيمة لها في المنحنيات 8 من 1000، وأكبر قيمة لها 25 من 100، لأنها بتعتمد اعتماد أساسي ورئيسي على خشونة السطح الداخلية، الخشونة بتاعت الإيه السطح بتاعتنا معايا. طيب لما هي تبقى 8 من 1000 لحد 25 من 100، إحنا بنقول إنها ممكن تبقى واخدة قيمة متوسطة مقدارها 25 من 1000، إذا هي من 8 من 1000 إلى 25 من 100، ربع يعني. فإحنا بناخدها بقيمة متوسطة في الحسابات دلوقتي عشان نسهل الأمور، ب 25 من 1000، ممكن 2 من 100، ممكن 3 من 100. طيب يبقى أنا لو عرفت لمدة، يبقى لمدة معروفة، ال هقيسه بطرق قياس الإيه المترية القطر عندي، يبقى هنا عايز إيه؟ عايز الفي على طول اجيب الاتش اي اف. طيب لو عندي الفي مباشره هجيب، والجي عجله الجاذبيه الارضيه زي ما احنا ايه عارفين. طيب لو عندي التصرف بستغل معادله الايه الديستشارج ايه ايكويشن، اجي اقول ان في بتساوي كيو على ايه، ما هي كيو تساوي اف في، ويبقى عندي التصرف وعندي ايه، اقدر احسب مين السرعه من المعادله البسيطه بتاعه الايه التصرف. يبقى انا جبت الفي وعندي ال ودي ولندا، والجي ثابت عجله الجاذبيه الارضيه، اقدر احسب ايه اتش اف. ويبقى كده حسبنا
الفواقد الرئيسية أو فواقد الطاقة الرئيسية اللي هي فواقد الإيه؟ الاحتكاك. لازم معادلة بيرس فيسبخ نعرف نطبقها إيه؟ كويس. طب ثانيًا، فواقد الطاقة الإيه؟ الثانوية، اللي هي فواقد الشكل، اللي هي الفواقد المحلية، اللي هي الفواقد الإيه؟ المكانية. تعالوا نتعرف عليها. لو أنا عندي خزان بهذا الشكل وعندي خزان تاني بهذا الإيه؟ الشكل، هنبتدي نقول انه هنوصل بين الخزان ده والخزان ده بخط ايه؟ مواسير. فاكيد عند تركيب خطوط المواسير ممكن يبقى ركبنا هنا مثلا خط، الخط اللي بعد منه يجي ايه؟ عايزين نتحكم فيه نروح حاطين محبس. طب الخط اللي بعد منه ممكن نكون محتاجينه بقطر ايه؟ اكبر، يبقى هنا حصل ايه؟ تغير في القطر من صغير لكبير، بنسميها اتساع، انلارجمنت، اكسبانشن. بعد كده خلاص احنا ممكن نرجع القطر الايه لوضعه التاني اللي كان قبل كده، يبقى هنا حدث من قطر كبير لقطر صغير، بنسميه تضييق او كونتراكشن. عايزين مثلا ننزل بقى بالقطر بتاعنا ايه، بالماسوره بتاعتنا لتحت عشان نروح للخزان اهو، يبقى هنا هحط ايه؟ كوع. وبعدين كده ادخل على الخزان اروح حاطط ايه؟ كوع. يبقى ده عندي خط مواسير، مظبوط كده، خط مواسير عليه محبس وفي توسيع وفي تضييق وفي كوع وفي ايه؟ كوع. وفي عندي اهم حاجة هنا ايه هي؟ هنا المدخل بتاع الماسورة اللي ايه؟ التغذية بتاعتي، وهنا المخرج بتاع الايه؟ الماسورة بتاعتي. كل العوارض الشكلية دي الاماكن اللي بيحدث فيها التغيرات المحليه دي بتعمل لي فواقد ايه؟ ثانويه عند التغير اللي موجود عندي. يبقى تعالوا نشوف الفواقد اللي عندنا هنا نتيجه الكلام ده. اول حاجه فواقد المدخل، ان الميه هنا بتجي داخله من الخزان على الماسور، تمام. بعدها ايه؟ بعدها المحبس، يبقى في فواقد للايه؟ للمحبس في مكانه. طب بعد كده هنا في ايه؟ هنا في توسيع، يبقى في فواقد الايه؟ التوسيع. الميه اهي بتيجي منين؟ من القطر الضيق للقطر الاوسع. بعد كده هنا هيبقى في عندي فواقد في الطاقه نتيجه الايه؟ التضييق. يبقى هنا الحركه اهي بيحدث تضييق من واسع لايه؟ لضيق. بعد كده هنا عندي الكوع، يبقى هنا في فواقد للكوع، هنا في فواقد للايه؟ للكوع. ما هو ده كوع وده كوع، ده ممكن الخط بيبقى فيه 30 40 كوع واكتر. وبعد كده هنا عندنا الايه؟ المخرج. لكن احنا بنحاول نتكلم على الامور ايه؟ ببساطه. يعني هنا عندي الفواقد الثانويه او الفواقد الشكليه او الفواقد المحليه، نقدر ايه؟ نعدهم ببساطه: فواقد المدخل، المحبس، التوسيع، التضييق، الكوع، المخرج. بس كده؟ لا لا لا، ده في فواقد ثانويه كتيره جدا جدا جدا. فواقد ثانويه نتيجه الايه؟ الانحناء، البندنج. يعني يبقى الخط ده كده جاي ايه؟ عامل ايه؟ عامل كيرف كده، مظبوط. في عندنا نتيجة انواع المدخل، يعني هنا عندي مثلا ايه؟ الزاوية دي قائمة، وده بنقول عليه شارب، شارب ها شارب ايه؟ انلت، مدخل ايه؟ حاد، وهنا مخرج حاد. في على المايل وفي راوندد. الفواقد الثانوية عديدة تتعدى ال 25 26 27 فواقد ايه؟ ثانوي. احنا عايزين نتعلم ازاي نحسب الفواقد الثانوية، فاحنا بناخد ايه اللي نقدر عليه كأمثلة. فخدنا فواقد المدخل، المحبس، والتوسيع، والتضييق، والكوع، والايه؟ والمخرج. ده كمان احنا لما هنيجي نحسب هناخد الفواقد الايه؟ الرئيسية، عشان نتعلم ازاي نحسب المعادلة بتاعتنا اللي هي بتحسب لي الفواقد الثانويه بايه؟ بسهوله ويسر. طيب الفواقد الرئيسيه حسبناها بمعادله دارسي فايزباخ، الثانويه سهله خالص. المعادله بتقول الفاقد في الطاقه الثانوي هيد لوس سكندري اس اهي تساوي كي اس معامل في في سكويرد على 2 جي. برضه لا زال الفاقد في الطاقه الثانوي نسبه من طاقه الايه؟ الحركه. ويبقى هنا اهم حاجة عندي هو المعامل مين؟ كي اس. كي اس ده بكام؟ كي اس ده بقى على حسب ايه؟ المدخل، على حسب المحبس،
على حسب التوسيع، على حسب التضييق، على حسب الكوع، على حسب الايه؟ المخرج. يبقى كل اهتمامنا هيبقى بالمعامل مين؟ ها؟ الكوفيشنت ايه؟ كي اس. تعالوا نشوف فواقد المدخل. لو هو حاد، مدخل حاد عندي وما فيهوش اي راوندد ولا حاجه، الكي اس بيبقى بنص، يبقى عندي قيمه الكي اس هنا بنص، ده في الايه؟ في المدخل الحاد. طب المخرج الحاد كي اس بيبقى بواحد. يبقى احنا خدنا الايه؟ المدخل، وخدنا الايه؟ المخرج. مش هنحسب فالكوع ولا التوسيع ولا الايه؟ التدليل. خلينا بقى في المحبس، فواقد الايه؟ المحبس، لانه مهم جدا جدا المحبس. المحبس ده من الى، يعني لان هو اللي بيتحكم في حركه الميه ايه؟ كلها، عن طريق الايه؟ المقاومه وايه؟ والفاقد. يبقى عندي المحبس بتاعي كمان فيه ميزه مختلفه عن كل الايه؟ الفواقد السنوية التانية، لانه المحبس له حالات. حالات ازاي؟ طيب ناخد الحالات المميزه قوي. عندما يكون المحبس مفتوح تماما، يبقى هنا المحبس مفتوح تماما، يبقى كي اس بكام؟ على حسب نوع المحبس. طب احنا هنخش في انواع المحابس، محبس بليه، محبس سكينه، محبس جيت، المحابس كتيره. فاحنا هناخد محبس منهم ونقول ان الكي اس بتاعه ب 8 من 10. يبقى انا باخد بالي من الارقام دي، المدخل بنص، المخرج بواحد، ها، المحبس لو مفتوح تماما يبقى الكي اس بكام؟ ب 8 من 10. طيب لو المحبس بقى نص مفتوح، ومعروف نص مفتوح يعني نص مقفول، الكي اس بكام؟ قيمه تكبر قوي 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 بقى، يبقى بكام؟ ب 20. الحالة بقى المميزة الأخيرة، لو المحبس بتاعي مغلق تماما، يعني أنا قفلت المحبس ده. طب ما أنا لو قفلت المحبس ده كل الخط دوت، ها، وهنا كده مش هيبقى في حركة، ما أنا قفلت على المي، يبقى التسرب بصفر، السرعة بصفر، كمان ده المحبس يبقى حول المسألة عندي من ديناميكا لاستاتيكا، لأنه خلاص بقى لا في سرعة ولا في إيه؟ تسرب. يبقى هنا معامل كي اس بما لا نهايه. وما لا نهايه دي قيمه محدده، كميه محدده، مظبوط؟ فاحنا هنتعامل مع الايه؟ معامل المدخل ومعامل المخرج ومعامل الايه؟ المحبس، والمحبس مفتوح تماما، والمحبس ايه؟ نصف مفتوح، والمحبس مغلق. وكده يبقى احنا برضو خلصنا، ها، فكره مبسطه سهله عن فواقد الطاقة السنوية وكيفية حسابها. عرفنا ان فواقد الطاقة الكلية نوعين، سنوية ورئيسية، او رئيسية وسنوية. طيب فواقد الطاقة الكلية اللي هي اتش ال من 1 لـ 2 بتساوي ايه؟ ما هي اتش ال من 1 و2 اللي هي في معادلة الطاقة، هتساوي اتش اف اللي هي الفاقد في الطاقة نتيجة الاحتكاك، زائد مجموع الفواقد السنوية. قول بقى زي ما انت عايز، مدخل ومخرج ومحبس وتوسيع وتضييق وكوع وتي، وزي ما انت عايز نجمع كل الفواقد السنوية ونجمع عليهم الفواقد الرئيسية، يديني الفواقد الايه؟ الكلية. اهو يبقى برضو تاني اتش ال 1 لـ 2 فواقد الطاقة الكلية يساوي الفواقد الرئيسية زائد، ها، هنا بقى نشيل الاتش اس ونحط كي اس اي، المعاملات بقى نص وواحد وثمانية من عشرة، وزي ما تقول قول. يبقى ده كده كيفية حساب الفواقد بتاعة الطاقة الكلية من الفواقد الرئيسية والفواقد الايه؟ الثانوية. نروح بقى لمرحلة تانية مهمة جدا، لأنه أساس إن أنا بجيب معادلة برنولي وبجيب معادلة الطاقة عشان أشوف التطبيقات العملية في الحياة الهندسة المدنية. يبقى أنا محتاج أشوف تطبيقات على معادلة برنولي وتطبيقات على معادلة الإيه؟ الطاقة. في المحاضرة هنا والمرة ديت هنختار مثال تطبيقي على معادلة برنولي، ونختار مثال تطبيقي على معادلة الإيه؟ الطاقة، ونشوف بنطبق هنا إزاي وبنطبق هنا إزاي. نبتدي تطبيق الأول على معادلة برنولي. هنختار الفتحات، أورفيسز. الفتحات عندي أنواع، من حيث الحجم، فتحة كبيرة وفتحة صغيرة، يبقى ده من حيث الحجم، فتحة كبيرة وفتحة صغيرة، تمام.
وبعدين من حيث السريان، فتحة حرة يعني بتصب في الهواء، وفتحة مغمورة يعني تحت المية وبتوصل ما بين خزانين، اسمها مغمورة، والتانية فتحة حرة. فتحة حرة دي زي ما يكون عندي كولمان وبصب المية في الهواء، يبقى عندي حرة وعندي مغمورة. وعلى فكرة في فتحات بتبقى جزء منها حر وجزء مغمور، يبقى عندي من حيث الهيدروليكا ومن حيث السريان فتحة حرة فتحة مغمورة فتحة حرة مغمورة، وقلنا من حيث الحجم كبيرة وصغيرة. تالت حاجة بقى من حيث الشكل. من حيث الشكل يعني ايه؟ يعني فتحة دائرية، يعني بفتح فتحة شكلها على شكل الدايرة، فتحة دائرية، ممكن فتحة مستطيلة يبقى على مستطيل، فتحة مثلثية. كل ده نقدر نقوله في الايه؟ في دراسة الايه؟ الفتحات. لكن احنا بصدد تطبيق مثال واحد بسيط على معادلة برنولي، فاحنا اخترنا مين؟ الفتحات. هنختار من الفتحات ايه بقى؟ مش احنا قلنا فتحة حرة ومغمورة، وحرة مغمورة هنختار ان الفتحة تكون حرة يعني بتصب في الهواء، حلو، وكمان دائرية يبقى مقطعها دائري، وكمان نوعها ايه؟ صغير. يبقى احنا اخترنا نوع محدد من الايه؟ الفتحات، ونشوف ازاي هنطبق عليه معادلة برنولي، وبعد كده ان شاء الله نطبق على كل الفتحات، بس لما نفهم ازاي بنطبق معادلة ايه؟ برنولي. فتحة حرة دائرية صغيرة، اهو عندي الخزان اهو موجود، ودي الفتحة هنا اللي هي فتحة حرة دائرية صغيرة، حرة اهو المية هتصب فين؟ في الهواء. دائرية المقطع بتاعها لو بصينا له من الناحية دي هتلاقيه دائري، وفتحة صغيرة اهي خالص 2 سم 3 سم، مظبوط. واهم حاجة عندي انه هنا الفتحة عليها ايه؟ صمام او محبس عشان افتح واتحول من حالة الاغلاق الى حالة الايه؟ الفتح، ومن الحالة الهيدروستاتيك للحالة الايه؟ اللي هي فيها حركة. هنفترض ان الفتحة بتاعتي ديت تبعد عن سطح السائل الحر في الخزان مسافة ايه؟ اتش. يبقى عندي هنا ده الايه؟ الضاغط اللي بيأثر على الايه؟ الفتحة، اللي هو اتش، وهنتكلم عنه حالا دلوقتي. يبقى هنا عندي النقطة واحد دي على سطح الايه؟ الخزان، نقطة واحد. ما احنا دايما بنطبق برنولي، بنطبق الطاقة ما بين ايه؟ قطاعين، ما بين نقطتين، مظبوط كده؟ فلازم يكون عندي واحد واثنين، فاحنا هنا بنختار واحد هو سطح الايه؟ المية. يبقى نختار اتنين عند الايه؟ عند الفتحة. عند الايه؟ الفتحة. خلي بالكم ان الفتحة بتصب فين؟ في الهواء، دي مهمة جدا جدا، حكاية ايه؟ حرة. وعند المحبس لو فتحنا المحبس هتنطلق المية بسرعة، مظبوط كده، عند النقطة 2 فسميناها في ايه؟ في 2. هنا بقى عايزين بقى نقول حتة مهمة جدا جدا جدا، هل سطح المية ده هينزل ولا هيطلع؟ طبعا لا هينزل ولا هيطلع. ليه؟ لأن احنا اتفقنا ان احنا بندرس حالة ايه؟ استدي. لما نوصل للانستدي نقول عليه. يعني ايه استدي؟ يعني لازم هنا يكون في كيو انلت، تعويض، تعويض للميه اللي هتخرج من الخزان، وهنا هنتكلم على الكيو اوتلت اللي هو هنحسبه، ولازم الكيو انلت تساوي الكيو ايه؟ اوتلت، عشان السريان يبقى ايه؟ استدي. يبقى معنى ان السريان استدي معناه ان السطح ده لازم يكون ايه؟ ثابت. ديت بجايبينها من استدي. نروح بقى نشوف بتطبيق معادلة برنولي بين النقطة واحد وإيه؟ واتنين، هو ده اللي احنا عايزينه دلوقتي نتعلمه، ازاي هنطبق معادلة برنولي ما بين النقطة واحد وإيه؟ واتنين. من هنا وطالع عند تطبيق معادلات برنولي، معادلة الطاقة، تمثيلها هندسيا، أدور على الديتم، أدور على الخط الإيه؟ المرجعي بتاعي، فأنا هاخد الخط المرجعي عند النقطة رقم 2، ده تسهيلا للإيه؟ للشغل بتاعي. يبقى انا خدت الديتم بتاعي هنا عند النقطة ايه؟ 2. وبعد كده اطبق بقى معادلة برنولي ما بين واحد وايه؟ واتنين. عندي النقطة واحد دي، ادور على زد واحد بكام؟ تمام. ادور على بي واحد على جاما بكام؟ ادور على في واحد بكام؟ واجيب منها في واحد سكويرد على 2 جي،
نفس الكلام للنقطة رقم 2، أدور على زد 2 بكام؟ بي 2 على جاما بكام؟ في 2 سكويرد على ال 2 جي بكام؟ نمشي بقى واحدة واحدة. لو أنا بتكلم على زد 1، زد 1 كم تبعد النقطة 1 عن الداتا؟ مسافة اتش. إذا زد 1 بإتش. خلاص دي عرفناها. نروح بقى لبي 1، بي 1 بكام؟ افتكروا بقى بي 1 هنا فين؟ في الهواء على السطح الحر. الضغط ضغط جوي، الضغط الجوي دائما مقاس بكام؟ بصفر. اذا بي 1 بايه؟ بصفر. يبقى الترم ده بصفر. عشان ايه؟ عشان النقطة 1 في الهواء. في 1 بكام؟ الله، هي النقطة 1 دي بتتحرك؟ ما بتتحركش. ليه؟ لأن السطح ده ثابت. وثابت ليه؟ عشان السريان استدي. شوفوا ازاي انا بطبق في الطاقة بتاعتي وفي معادلة ايه؟ برنولي. اذا زد 1 هو المسافة الرأسية للنقطة 1 اللي هي اتش. بي 1 على جاما بصفر، بي 1 سكويرد على 2 جي بصفر. يبقى كده الترم الشمال ما فيهوش الا اتش، اللي هي زد 1 باتش، بي 1 على جاما بصفر، بي 1 سكويرد، في 1 سكويرد على 2 جي بصفر. نروح بقى للنقطة 2. زد 2 دي على الداتا، يبقى زد 2 بكام؟ بصفر. بي 2 بكام؟ ما احنا لسه قايلين فتحة حرة بتصب فين؟ في الهواء. يبقى النقطة 2 بتتحرك فين؟ في الهواء. يبقى الضغط الجوي بصفر، يبقى بي 2 على جاما بصفر. في سرعة؟ في سرعة اللي هي في 2 سكويرد على 2 جي. ويبقى هنا كل الطاقة اللي عندي عند القطاع 1 هي اتش. تخيل الطاقة عند القطاع رقم 1 طاقة وضع فقط لا غير اللي هي اتش. الطاقة عند القطاع رقم 2 كلها طاقة ايه؟ حركة. وكأن الطاقة عند 1 طاقة الوضع تتحول بكاملها عند 2 إلى طاقة ايه؟ حركة. شوفوا قد ايه البساطة والسهولة. الفكرة دي هي فكرة التربينات عند السدود. اعمل هنا سد، ارفع المية هنا مئات الامتار، الطاقة بتاعت مئات الامتار ديت اللي هي طاقة الوضع تتحول عند التربينة لطاقة ايه؟ حركة. نروح حاطين هنا التربينة، تروح مدورة التربينة ناخد منها ايه؟ كهرباء. دي فكرة محطة توليد الطاقة الكهرومائية، ان انا بحول طاقة الوضع لطاقة ايه؟ حركة. ببساطة شديدة دي خطوة واحدة، خطوة واحدة اللي هي تطبيق معادلة ايه؟ برنولي. ومن هنا بقدر اجيب السرعة في ايه؟ 2. اهي في 2 تساوي جذر 2 جي اتش. وكأن السرعة هنا مرتبطة باتش، كل ما يعلى اتش، كل ما يعلى اتش لان الجي ثابتة، تزيد الايه؟ السرعة. هنا بقى واحد بيسأل، هنا كتبت في 2 وهنا على طول رحت كاتب في 2 تي اتش ثيوريتيكال نظرية. ليه؟ لأن بطبق في معادلة ايه؟ برنولي. أنا بطبق في معادلة برنولي، معادلة برنولي غير حقيقية، معادلة برنولي نظرية. فهنا بتكلم على في ثيوريتيكال. طب لو أنا بقى عايز السرعة الحقيقية، يبقى لازم أضرب هنا في ايه؟ في معامل تصحيح. نشوف كده أهو، يبقى هنا في 2 ايه؟ اكشوال، السرعه الحقيقيه تساوي سي في، كوفيشنت اوف فيلوسيتي، كوفيشنت اوف فيلوسيتي معامل تصحيح الايه؟ السرعه في جذر 2 جي ايه؟ اتش. ويبقى انا جبت المعادله النظريه وجبت المعادله الايه؟ اسف، السرعه النظريه والسرعه الايه؟ الحقيقيه بواسطه المعامل بتاع الايه؟ التصحيح ده اللي هو معامل تصحيح السرعه سي في. طب لو انا عايز احسب التصرف، ما انا عندي السرعه النظريه اجيب التصرف النظري، عندي السرعه الحقيقيه اجيب التصرف الحقيقي زي ما انا عايز. يبقى هنا هنيجي نروح عاملين ايه عشان نجيب التصرف؟ ما احنا عندنا المعادله اللي بتستخدم دائما والسهله البسيطه، معادله الديسشارج ايكويشن، كيو تساوي اي في في، انا جبت الفي، يبقى انا عايز اجيب الايه؟ يبقى هنا نروح للقطاع الفتحه ايه؟ دائريه. اروح جاي هنا اقول ان المساحه باي دي سكوير على الأربعة. لا، هو في مساحة نظرية ومساحة حقيقية؟ المساحة النظرية هي مساحة الفتحة، يعني أنا الفتحة 2 سنتي خلاص، يبقى باي في الدي، الدي ب 2 سنتي على دي سكوير على 2 جي.
طيب هو في بقى سرعة، آسف، مساحة حقيقية؟ اه في مساحة حقيقية اللي هي بتساوي سي سي في باي دي سكوير على الأربعة. يعني برضو بصحح المساحة النظرية بمعامل تصحيح المساحة، سي سي اللي هو كوفيشنت اوف كونتراكشن، لأن المية لما بتطلع هنا بتطلع والدي هنا بتبقى واخدة كونتراكشن، تضييق، حتى بيسموها فينا كونتراكتا، فينا كونتراكتا. يبقى هنا المقطع بتاع المية بيبقى أقل من مقطع الإيه؟ الفتحة الدائرية بتاعتي. يبقى عندي إيه ثيوريتيكال وإيه إيه أكشوال. الإيه أكشوال يساوي السي سي في الباي دي سكوير اللي هو على 4 اللي هو المساحة الإيه؟ النظرية. بصوا بقى معايا، لو جبت السرعة النظرية ضربتها في المساحة النظرية يديني التصرف الإيه؟ النظري. يبقى كيو ثيوريتيكال بيساوي إيه ثيوريتيكال في في ثيوريتيكال. اروح حاطط المساحه النظريه باي دي سكوير على 4، احط السرعه النظريه جذر 2 جي اتش. طب انا عايز التصرف الحقيقي كيو اكشوال، مفيش مشكله، يبقى المساحه الحقيقيه في السرعه الحقيقيه. المساحه الحقيقيه سي سي في المساحه النظريه في باي دي سكوير على 4. طب السرعه الحقيقيه سي في في السرعه النظريه، يبقى ده المساحة النظرية، ده السرعة النظرية، وعندي هنا تصحيح سي سي وعندي تصحيح ايه سي في. نكتب المعادلة تاني، نكتبها اهي كيو اكشوال، هنجيب بقى السي سي اهو والسي في اهو واضربهم في باي دي سكوير على 4 بجذر 2 جي اي اتش. يبقى السي سي معامل تصحيح المساحة في، السي في معامل تصحيح السرعة في، المساحة النظرية في الايه في السرعة النظرية. السي في في السي سي او السي سي في السي في هنسميه سي دي، معامل تصحيح التصرف، هيبقى سي دي في باي دي سكوير على 4 في جذر 2 جي اي اتش. دي المساحة النظرية، دي السرعة النظرية، يبقى ده التصرف الايه النظري. ويبقى هنا عندي ثلاث معاملات تصحيح. المعامل الاول هو سي سي بيساوي ايه اكشوال على ايه ثيوريتيكال، دايما الاكشوال ها فوق والثيوريتيكال ايه تحت. هنا السي في في اكشوال على في ثيوريتيكال، هنا السي دي كيو اكشوال على كيو ايه ثيوريتيكال. مظبوط. مهم قوي قوي ان احنا نبقى عارفين المساحه النظريه اكبر من الحقيقيه، او بنوع كيس هنقول المساحة الحقيقية اقل من المساحة النظرية، السرعة الحقيقية اقل من السرعة النظرية او تساويها، التصرف الحقيقي اقل من التصرف النظري او يساويه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان سي سي والسي في والسي دي التلاتة اقل من او تساوي واحد. المعاملات هنا كلها اقل من او تساوي واحد، يبقى السي في اقل من او يساوي واحد، السي سي اقل من او يساوي واحد، السي دي اقل من او يساوي واحد، لان كل حاجه حقيقيه اقل من الحاجه النظريه او تساويها. ويبقى انا عندي هنا النهارده اربع معاملات تصحيح. معامل كوريولوس الفا اكبر من او يساوي واحد، سي سي اقل من او تساوي واحد، سي في اقل من او تساوي واحد، سي دي اقل من او تساوي واحد. كده يبقى احنا خلصنا من تطبيق على معادلة برنولي. ندخل بقى على تطبيق على معادلة ايه الطاقة. خلصنا احنا ايه برنولي المعادلة النظرية، ندخل على المعادلة الايه الحقيقية. طب ايه المثال اللي هناخده؟ هناخد انبوب يصل بين خزانين، وكمان نزود الموضوع سنه، نروح حاطين على الانبوب ايه محبس اهو. يبقى انا عندي خزان وخزان اخر وبينهم خط مواسير وعليه ايه محبس. اول حاجه واهم حاجه ان منسوب الخزان هنا مثلا اعلى من منسوب الخزان هنا بمسافه ايه اتش. اتش ديت اللي هتخلي المسألة ديناميكا، اتش ديت فرق الايه
الهيد ما بين الاثنين هو اللي هيحرك الايه الميه. بمعنى لو الاتش ده بصفر يعني المستوى ده في نفس المستوى ده، الميه مش هتتحرك بين الخزانين وتبقى الحاله ايه استاتيكه، ويبقى شغل كله زي ايه النص الاولاني من الدراسه هيدرو استاتيك. دلوقتي الخط بتاع المواسير عندي ده انا عارف الطول بتاعه وعارف القطر الداخلي الماسورة وعارف لمدة 25 من 1000، إذن لدي علم بإل ودي ولمدة معروفين لدي، وكمان الإتش ده ممكن يكون معروف أو أنا بقى عارفه، حتى لو مجهول ممكن نجيبه مفيش مشكلة. هنطبق بقى معادلة الطاقة بين النقطة 1 و2، هنا بنطبق الطاقة شغل حقيقي. يبقى ادي النقطة 1 اللي هي هتبقى سطح الايه الخزان ده، وادي النقطة 2 سطح الخزان ده. واضح قوي ان هنا فرق السطح من السطح والمسافة ايه اتش. عشان نطبق بقى لازم ناخد ديتا، برضه هناخد الديتا من هنا اهو مستوى افقي مع مستوى السطح الايه الخزان التاني، يبقى ده الديتا ايه بتاعي. نشوف بقى، نشوف المعادلة بتاعتي. بالنسبة للنقطة 1 زد 1 زائد بي 1 على جاما زائد بي 1 سكويرد على 2 جي يساوي زد 2 زائد بي 2 على جاما زائد بي 2 سكويرد على 2 جي زائد اتش ال من 1 لحد فين؟ لحد 2. تعالوا نشوف هنطبق ازاي. هنا بقى الزد بتاعي بكام؟ دي هي المسافة اتش دي. الزد بتاعي هي المسافة اتش. بي واحد بكام؟ ما دي احنا قلناها اكتر من مره بقى في الخزانات، ده سطح الخزان يبقى بصفر. هنا لازم اعوض اللي بيخش هنا ويجي هنا، لو الميه هنا الكيو اللي جاي هنا هو الكيو اللي هيمر فين؟ في الماسوره. واحد يجي يقول لي طب ما هو لما يجي هنا هيتخزن، اقول له لا ده لازم كمان نعمل بقى حاجه جديده، ناخد من الخزان ده نفس الكيو، يعني الناس تسحب بقى من هنا الايه الكيو، يبقى هنا الكيو انلت ومن هنا الخزان ده الكيو اوتلت، عشان تبقى المساله ستيدي فلو. ستيدي فلو لازم الجرايين يكون مستقر، لازم يكون التصرف ثابت مع الايه الزمن. اذا هنا بي واحد بايه بصفر، سطح الخزان ثابت يبقى البي واحد بصفر، زد اتنين بصفر لان ده على الديتا، بي اتنين في الهواء برضو يبقى بصفر، في اتنين ما خلاص النقطة اتنين بقت ايه ساكنة، السطح ده بقى ساكن بصفر. يعني كأن هنا الفاقد في الطاقة هو اتش، وده شيء منطقي ان هنا الطاقة بتاعتي كلها هي اتش، الطاقة بتاعتي كلها هي ايه اتش. اذا الاتش ديت هي مجموع الفاقد في الطاقة من 1 لـ2، قول بقى زي ما انت عايز تقول، فواقد رئيسية وفاقد ثانوية، قول اللي انت ايه عايزه معايا. اذا الفاقد في الطاقة هنا اتش اهو اتش يساوي اتش ال واحد ايه لحد اتنين، اهو اتش تساوي اتش ال واحد لاتنين، يبقى الاتش ده هو الفاقد في الطاقة في مسألة الايه الماسورة اللي بتوصل ما بين ايه خزانين. هنجيب اتش بقى اف ازاي؟ ما انا عندي ال ودي ولمدة، اطبق في ضرس ايه فيصبح اجيب الاتش ايه اف. طيب الفواقد الثانوية، الفواقد الثانوية عندي هنا المدخل نص في سكويرد على 2 جي، عند المحبس اشوف حالته ايه كي اس ونشوف حالته ايه في سكويرد على 2 جي، وهنا عندي الايه المخرج. فاحنا هنا مبسطين واخدين ثلاث انواع من انواع الايه الفواقد في الايه الثانويه، ها مدخل ومخرج ومحبس، ومعايا الفواقد الرئيسيه ديت ايه على طول، مظبوط. يبقى هنا اهو اتش تساوي الفواقد الرئيسيه لمدة في ال على دي في في سكويرد على 2 جي. هنا بقى بفقد ايه؟ نص في سكويرد على 2 جي. هنا بقى كي اس في سكويرد على 2 جي قال لي مفتوح تماما، نخلي بالنا احسن يقول لي نص فاتحه، يبقى هغير الكي اس على طول. فهنا قلنا محبس مفتوح تماما، يبقى 8 من 10 الكي اس بتاعتي في سكويرد على 2 جي، والمخرج بتاعي في سكويرد على الاتنين جي. ملاحظين حاجة؟ كله نسبة من الفي سكويرد على اتنين ايه جي، فاحنا هناجي هنا نروح واخدين الفي سكويرد على الاتنين جي ده عامل ايه مشترك، يتبقى لي هنا لمدة في ال على دي اهي لمدة في ال على دي، وهنا بقى نص وهنا 8 من 10 يديني 1 و3
من 10، وهنا 1، يبقى 2 و3 ايه؟ من 10. يبقى اتش تساوي في سكويرد على 2 جي لمدا في ال على دي زائد 2 و3 ايه؟ من 10. نقف هنا بقى واقفه. لو انا عندي هنا ال ودي ولمدا معلومين، يبقى لمدا وال ودي معلومين، خلاص كده يبقى كل القوس ده بقى معلوم زائد 2 و3 من 10. هنا يبقى عندي اتش وفي، لو اداني اتش اجيب في، لو اداني في اجيب ايه؟ اتش. هو لازم يكون مجهول واحد لانها معادله ايه؟ واحده. يعني لو مديني الفرق ما بين الخزانين اقدر اجيب الايه؟ السرعه. طب ولو انا جبت السرعه، طب ما انا اقدر اجيب التصرف. بنرجع، شفتوا بقى المعادله بتاعت الديستشارج ايكويشن دي شغاله مع كله، اللي هي كيو تساوي ايه في دي. يبقى هنا لو اداني اتش اجيب في، وطبعا انا عندي القطر يعني اجيب المساحه، وعندي الفي اجيب التصرف. طيب لو مديني التصرف وعندي الدي اجيب الايه؟ السرعه. طيب ولو جبت السرعه اجيب مين؟ الاتش. يبقى هنا المسائل بتاعتي هتبقى متنوعه، يديني اتش يطلب التصرف، يديني التصرف يطلب ايه؟ اتش. ويبقى ده المثال الثاني، وكل الكلام اللي احنا بنتكلمه بقى هنا حقيقي لاني بطبق في معادله مين؟ معادله الطاقه. تعالوا بقى نعمل حاجه هنا جميله جدا جدا، احنا نحاول بقى نرسم خط الطاقه الكليه وخط الطاقه الهيدروستاتيكيه، ها؟ ونرسم التمثيل الهندسي بتاع معادله الطاقه على المساله الاخيره اللي احنا ايه؟ خدناها، اللي هي بتاعت ايه بقى؟ بتاع الخزانين اللي بينهم ايه؟ محبس، ونشوف ازاي هنطبق عليها ونرسم خط الطاقه الكليه وخط الطاقه الايه؟ الهيدروستاتيكيه. يبقى احنا بصدد معادله مين؟ معادله الطاقه اهو، لان في هنا ايه؟ الفاقد في الايه؟ في الطاقه من 1 لـ2. الترمين دول كده برنولي زائد، يبقى على طول ايه؟ طاقه. حتى احنا بنقول كده، احفظ انت معادله الطاقه وقول اف هيد لوس بيساوي صفر، تبقى معادله مين؟ برنولي، وتتحول من حقيقيه لنظريه. تعالوا نشوف دلوقتي احنا عندنا ايه؟ طول الماسوره، قطر الماسوره، ولندا ب 25 من 1000. هنبتدي نرسم ايه؟ خط الطاقه الكليه وخط الطاقه الهيدروستاتيكيه. فلازم اعمل هنا الايه؟ زي ما بيقولوا هنا بقى ايه؟ هرسم بقى زي ما انتوا كده تيجي ترسموا ايه؟ بيندنج مومنت. تقولوا بقى هنرسم هنا لان الحاجه هنا هتبقى ايه؟ راسيه. يبقى باخد ايه؟ خط راسي كده عند المحبس عشان هيحدث هنا ايه؟ فواقد. ونبتدي اهو عند الايه؟ عند الايه؟ النهايه بتاعتي. ونقول احنا هنرسم خط الطاقه الكليه ما بين القطاع ايه؟ 1 والقطاع ايه؟ 2، اللي بينهم المسافه دي كام؟ اللي بينهم المسافه ديت اتش. كل الكلام دوت استعداد لتطبيق معادله الطاقه وان احنا نرسم الايه؟ المعادله بتاعتنا. طيب احنا قلنا ايه؟ عند المدخل بيحدث ايه؟ عند المدخل ده الضيطان بتاعنا، ده احنا متعودين على كده، اللي هي التطبيق بتاع الايه؟ المعادله. عند المدخل عند المدخل هنا، مش احنا قلنا دي كلها التوتال انرجي لاين؟ النقطة واحد دي التوتال انرجي لاين اللي هي طاقة الايه؟ طاقة الوضع. طيب ما هو عند 2 برضو الخط ده خط الطاقة الكلية، ما هي دي طاقة الايه؟ الخزان الكلية، وهنا طاقة الخزان الايه؟ الكلية. اذا ده توتال انرجي لاين وده توتال انرجي لاين اللي هو الايه؟ المستوى بتاع الايه؟ الخزانين. وعايزين بقى نشوف ايه؟ الطاقة الكلية هتتنقل من هنا لهنا ازاي؟ وتفقد الايه؟ الاتش بتاعتها دي. عند المدخل هنا هيحدث ايه؟ عندي فاقد ثانوي محلي مكاني في المكان ده هنا، لا هنا ولا هنا، اهو اهو اهو. يبقى ده فاقد هنا ايه؟ فقدت اهو. ودايما زي ما قلنا جميع ترمات الطاقه وبرنولي كلها مسافات ايه؟ راسيه. يبقى ده الفاقد الايه؟ الثانوي اللي هو مقداره كام؟ طبعا نص في سكويرد على 2 جي. يبقى انا كده هنا فقدت نص في سكويرد على 2 جي. وبعد كده هبتدي امشي كده، لما همشي كده احنا عملناه اهو، هنمشي هنا مسافه من الخط ال، مسافه من عند الخزان لحد المحبس ال1، ومن المحبس للاخر ال ايه؟
اتنين، وطبعا ال واحد زائد ال اتنين يساوي ال. يبقى هنا انا فقدت عند المدخل نص في سكويرد على اتنين ايه جي. هنمشي لحد هنا كده، يبقى كده المفروض انا بفقد بقى بالاحتكاك، ها بمشي كده بقعد افقد 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 بالاحتكاك لحد ما اوصل لهنا. هكون ايه فقدت قد ايه هنا؟ تعالوا نشوف هكون فقدت قد ايه لحد ديت. اكون فقدت لمضة في ال واحد على دي في سكويرد على 2 جي، لان انا مشيت ايه مشيت ال واحد بس. طيب يبقى هنا فقدت نص في سكويرد على 2 جي، وبعدين المفروض بمشي كده لحد هنا، بفقد 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 لحد ما اوصل هنا كده، وكاني نزلت كام لمضة في ال واحد على دي في سكويرد على 2 جي. يبقى هنا كده فاقد ايه الاحتكاك على طول الخط. هنا بقى هنزل هفقد المحبس ماله مفتوح تماما. ده اللي احنا قلنا عليه اللي هو ايه الخط بتاعي ده، على فكره خط الطول ايه الطاقه الكليه ده. طيب بصوا بقى معايا هنا الخط ده، هنا بقى هفقد كام بقى؟ دي بقى 8 من 10 في سكويرد على 2 جي. يبقى هنا نص ومشيت كده، يبقى انا كده فقدت وانا ماشي مايل كده لمضه في ال واحد على دي في سكويرد على 2 جي، وهنا فاقد ايه محلي. خلي بالكم فاقد محلي نص في سكويرد على 2 جي، فاقد محلي 8 من 10 في سكويرد على 2 جي. ده بقى كده فاقد احتكاك على طول الايه الخط. من هنا بقى هرجع تاني افقد بالاحتكاك اهو، هفقد اهو اللي هي كام بقى لمضة في ال 2 على دي في سكويرد على ال 2 ايه جي. يبقى بمشي كده بفقد اهو، عمال بفقد كل شويه افقد 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 افقد، في الاخر هلاقيني فقدت لمضة في ال 2 على دي في سكويرد على ال 2 جي. يبقى لحد ما وصلت النقطه دي فقدت نص في سكويرد على 2 جي، فقدت اللمضة في ال 1 على دي في سكويرد على 2 جي، وبعدين فقدت هنا في المكان 8 من 10 في سكويرد على 2 جي، وبعدين هنا مشيت في الاحتكاك لمضة في ال 2 على دي في 2 سكويرد على ال 2 جي. وصلت هنا خلاص بقى هروح للتوتال انرجي لاين، هفقد الحته الاخيره ديت اللي هي 1 في سكويرد على ال 2 جي، في سكويرد على ال 2 جي. مظبوط. احنا بقى لو حسبنا دلوقتي الفقد في الطاقه بتاعنا هنقول الترم ده الحته دي نص في سكويرد على 2 جي، والحته دي لامدا في ال 1 على دي في سكويرد على 2 جي، والحته دي 8 من 10 في سكويرد على 2 جي، والحته دي لامدا في ال 2 على دي في سكويرد على 2 جي، والاخيره في سكويرد على 2 جي. بصوا بقى معايا دي زائد دي زائد دي زائد دي زائد دي هتساوي اتش. مظبوط. ويبقى ده اهو هنا فقط خط الطاقه نزل هنا فقط اهو الطاقه الكليه ومشي كده، يبقى اللي انا ماشي عليه ده فقط الطاقه الايه الكليه، خط الطاقه الايه الكليه. طيب فين خط الطاقه الهيدروستاتيكيه؟ ما احنا قلنا خط الطاقه اللي هو الهيدروليك جريدينت لاين يوازي خط الطاقه الكليه ويبعد عنه مقدار في سكويرد على 2 جي، لان الفي هنا ثابته في الايه في الماسوره، يعني هنا النقطه دي تبعد عن دي في سكويرد على 2 جي. لو خدت موازي كده موازي للخط ده اهو اهو، لو خدت موازي كده اللي هو باللون الاحمر ده موازي يبعد عنه في سكويرد على 2 جي، يبقى الهيدروليك جريدينت ايه لاين. وبرده ده نفس الكلام لو بعدت عنه مقدار في سكويرد على 2 جي يبقى انا عملت الهيدروليك جريدينت ايه لاين. يبقى انا كده رسمت التوتال انرجي لاين اللي هو بالاسود، ورسمت الهيدروليك جريدينت لاين اللي هو بالخط الايه الاحمر. ايه ده اللي هو بصوا بقى معايا ده التوتال انرجي لاين اللي احنا رسمناه في الاول، وده التوتال انرجي لاين، وده الهيدروليك جريدينت لاين، وده الهيدروليك جريدينت لاين. ونرجع بقى للمعادله بتاعتنا بقى، يعني شوفوا الرسم هنا بيسهل بيسهل خالص، يعني هنا اقدر اقول ان الاتش اهي حتى كانها هندسيا بتساوي المسافه دي زائد المسافه دي زائد المسافه دي زائد المسافه دي زائد المسافه دي، والمسافات الرأسية دي كلها عبارة عن فواقد في الايه؟ في الطاقة اهي اهي، هتبقى الاتش بتساوي نص في سكويرد على 2 جي، وبعدين لمضة في ال واحد على دي في سكويرد على 2 جي ماشي، وبعدين المحبس 8 من 10 في سكويرد على 2 جي، زائد الجزء الثاني ده لمضة في ال 2 على دي في سكويرد على 2 جي،
زائد اخر حاجه في سكويرد على 2 جي. الاحظ ان الترم ده هو الترم ده، يبقى انا لو خدت لمدة على دي في سكويرد على 2 جي مشترك هيديني ال 1 زائد ال 2. الله، وال 1 زائد ال 2 هي مين؟ دي اهو. يبقى عندي النص في سكويرد على 2 جي، الترم ده زائد الترم دوت يديني لمدة في ال على دي في سكويرد على 2 جي. 8 من 10 بتاع المحبس زي ما هي، الجزء الاخراني زي ما هو. لو انا خدت في سكويرد على 2 جي عامل مشترك هيديني لمدة في ال على دي زائد 2 و3 من 10، هي نفس النتيجة اللي وصلنا لها. يبقى هنا كمان بالرسم، ورسمنا خط الطاقة الكلية وعرفنا ازاي نرسم خط الطاقة الكلية، ورسمنا خط الطاقة الهيدروستاتيكية وعرفنا ازاي بيترسم خط الطاقة الهيدروستاتيكية. بعد هنا قلنا بقى نفس القصة، لمدة وال ودي معلومين، لو عندي الاتش اجيب الفي، ومن الفي اجيب الايه التصرف. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.